كما نص على أن الدولة تسعى. أقول من طرف النساء الحركيات للاحتفال إلى جانب أخواتهن المناضلات الحركيات ومن خلالهن النساء المغربيات في المدن والقرى وبصفة شمولية الأسرة المغربية لاحتفال ب 8 مارس والتي اختارت له المنظومة الدولية هذه السنة شعار تمكين المرأة القروية ودورها في القضاء على الفقر والجوع وفي التنمية ومواجهة التحديات الحالية. هذا الشعار الذي يرمي حقا إلى إبراز دور المرأة في التنمية الفلاحية والقروية وتحسين الأمن الغذائي والحد من الفقر. لا يخفى على الجميع أن حزب الحركة الشعبية ومنذ بزوغ فرز الاستقلال قد جعل من شعار الدفاع عن العالم القروي إحدى أولويات برنامجه السياسي والانتخابي، ولم يدخر اليوم جهدا للعمل على تكريس قيم الأصالة المغربية والعدالة الاجتماعية باعتماد أسلوب التكافل والتضامن والمناصفة بين الجنسين، وذلك بالتنصيص في النظام الأساسي للحزب على تأهيل الوسط القروي والمناطق الجبلية وتمكينها من الخدمات الأساسية والاستثمارات العمومية للدولة والقطاع الخاص بشكل عادل ومتوازن. أخواتي وإخواني، لا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نذكر بالأهمية البالغة التي يوليها حزبنا للقطاع النسائي، سواء على مستوى التأطير والتأهيل أو على مستوى الدعم والمساندة في مختلف قضاياها والمطروحة السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، من خلال مشاركتنا في المؤسسات التنفيذية والتشريعية أو من خلال حضورنا في المنتديات والملتقيات الوطنية والدولية. وتشجيعا للدور الذي تلعبه المرأة المغربية المناضلة في الحقل السياسي والحقوقي، فقد حدد المؤتمر الوطني 11 للحركة الشعبية المنعقد في يونيو 2010 تأكيده على ضرورة وأهمية إشراك المرأة والشباب في جميع ميادين التنمية. وكان حزبنا من الأحزاب الأوائل الذي خصص لمناضلاته الحركيات نسبة لا تقل عن 20% ونسبة لا تقل عن 20% بالنسبة للشباب من عدد الأعضاء المنتخبين في الهياكل التقريرية والتنفيذية للحزب. اسمحوا لي مرة أخرى أن أنوه باسمكم جميعا بالمجهودات التي تقوم بها جمعية نساء الحركيات منذ تأسيسها، والتي استطاعت بفضل كفاءة وجرأة المرأة الحركية من تعزيز مكانة السياسية للمرأة في المجتمع المغربي، ولعبت أدوارا طلائعية لضمان المزيد من الحقوق المشروعة التي يخولها لها الدستور. وهذه المنجزات التي طامرت الجمعية من أجل تحقيقها ما هي إلا ثمرة جهود المرأة الحركية وحضورها المتنوع والريادي، مواكبة منها للمتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي يمر بها العالم، وذلك من خلال تنظيمها بالعديد من الدورات والندوات والمؤتمرات القيمة في تنوع مواضيعها والجادة في طرح ومعالجة القضايا المطروحة. هذه المبادرات النوعية في التأطير والتكوين والتحليل مكنت المرأة الحركية من إبراز إشعاعها على الصعيدين الإقليمي والدولي. أخواتي إخواني، اليوم أصبحت المرأة تمثل نصف سكان المغرب الحديث بحوالي 16.4 مليون امرأة، وتعيش 41.5
5.6 منها منهن في الوسط القروي. فمهما تم إنجازه ما تم إنجازه من تقدم في الحقوق وفي مؤشرات التنمية بالنسبة للمرأة المغربية، فلا زال الوسط القروي يشكو الإقصاء ويشكو التهميش. إن معاناة المرأة التي تعيش في قرى الجهة المعروفة في الجهة المعروفة بوعورة التضاريس تزداد تفاقما مع قساوة الطقس والأذهى من ذلك أن نسبة كبيرة منهن طابات مع الأسف لا تحتسب في عملة التنمية ولا ينظر إليهن إلا ككائن لا يصلح إلا لإنتاج الأطفال والقيام بأعمال قصرية، وإلى جانب ذلك تقومن بأدوار في الإنتاج وتأمين الغذاء ورعاية الأسرة دون اعتبارها واحتسابها كقوة فاعلة في سوق الشغل من خلال الأنشطة الفلاحية التي تمارسها. معاناة المرأة القروية متعددة الجوانب، ويمكن حصرها في التفاوت في الولول إلى الرعاية الطبية، وهذا التفاوت يعكسه معدل وفيات الأمهات الحوامل بالقرى التي يبلغ حاليا ضعف نظيره بالمدن. وإلى جانب قساوة الطبيعة، ما زالت المرأة القروية تسجل تأخرا واضحا ومؤسفا في مجال التربية والتكوين، فأكثر من نصف عدد الفتيات والنساء القرويات البالغات 10 سنوات أو أكثر لا تتوفرن على أي مستوى تعليمي سنة 2011. وما زاد الوضع تعقيدا تأرجح تعليم الفتاة بين الرفض والقبول بسبب إما ثقافة المجتمع القروي المنغلقة أو بعد المؤسسات التربوية ثم قلة ذات اليد، وهي أسباب كافية لانتشار الأمية وتدني المستوى الثقافي وسط النساء. أخواتي إخواني، مما لا شك فيه أن الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة بإجماع سيشكل محطة انتقالية أساسية للمرأة المغربية التي ناضلت ولا زالت تناضل لتحقيق مكتسبات هامة على مستوى التشريعات والقوانين، مستفيدة بالمناسبة من وجود إرادة ملكية سامية من أجل النهوض بحقوق المرأة وحقوق الإنسان عموما، ومحيط دولي مدعم خاص بعد مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة. لقد استطاعت المرأة المغربية أن تحقق بعضا من أهدافها بفضل نضالها وانخراطها في إنجاح ورش تغيير الدستور بتقديمها لعدة مذكرات مطلبية لتسترة المستوى. هذه المكتسبات تتجلى في إحداث هيئة لمناصفة وفقا للدستور الجديد الذي سيضمن لا محالة حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن جهة أخرى هناك مراجعة شاملة وجوهرية لقانون الأسرة يتوخى منه تحقيق المساواة والإنصاف. ثم لا ننسى أهمية إصدار قانون الجنسية الذي سمح للمرأة المغربية المتزوجة من أجنبي أن تنقل لابنها الجنسية المغربية. أضف إلى ذلك المراجعة التي شملت عدة بنود للقانون الجنائي التي تجرم كل أشكال العنف المبني على النوع وحماية الحقوق الإنسانية للنساء. أخواتي إخواني، لقد انخرط المغرب في مسار التمكين السياسي للمرأة بتبنيه نظام القطة للرفع من التمثيلية النسائية في البرلمان، وقد انطلق هذا المسار الذي يشكل حدثا بارزا بالنسبة للمرأة المغربية مع الانتخابات التشريعية لسنة 2012 ب35 نائبة برلمانية، ثم انتخابات 2007 ب34 نائبة، وانتخابات 2011 مع وصول أزيد من 60 مرأة إلى البرلمان. كما تم تحقيق طفرة نوعية على مستوى المجالس الجماعية بفضل اللوائح الإضافية، لا يمكن تحقيقها إلا بالمطابرة والمتابعة
وتوفير آليات حمائية من أجل تصحيحها أولاً والعمل على تطويرها ثانياً. فمزيداً من اليقظة والتنسيق للتوعية والتحسيس والضغط من أجل تفعيل مقتضيات الدستور الجديد في احترام تام لفلسفته وتأويله الديمقراطي. بمناسبة 8 مارس أن تقف وقفة تأمل للتفكير، ونحن نقف معها في مدى حضورها السياسي في مجتمع ما فتئ يشهد تطورات متسارعة، مدركة أن إسهامها في تدبير الشأن السياسي يعد مدخلا مرة أخرى أساسيا للرقي بموقعها كفاعل أساسي في مسلسل التنمية. أخواتي إخواني، نحن مقبلون ومقبلات على إجراء استحقاقات ديمقراطية، ولا يسعنا إلا أن نحض على مشاركة كل النساء الحركيات والمرأة المغربية بصفة عامة، ونهيب بانخراطها المكتف في الانتخابات الجماعية والمهنية ومجالس الجهات القادمة. إن التنزيل الحقيقي للدستور الجديد يستدعي المشاركة المكتفة للمرأة المغربية في الحياة السياسية، خصوصا في المجالس المنتخبة بهدف تدارك النقائص المسجلة. وفي هذا السياق ستكون الاستحقاقات الديمقراطية المزمع تنظيمها خلال الشهور القليلة المقبلة بمثابة امتحان سيجسد رغبة كل المغاربة في بناء مؤسسات ديمقراطية، والذي يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي باشرها جلالة الملك. ونحن في الحركة الشعبية عازمون على إعطاء المرأة مكانتها اللائقة في هذه الاستحقاقات، وملتزمون بكل إرادة لتقديم نساء مترشحات ووضعهن في مناصب تستحقها خلال المواعيد الانتخابية، والعمل على ترقية مساهمتها في المجال السياسي، قناعة منا أن المرأة وسيلة كفيلة بتمكين الطاقة تمثل نصف المجتمع من المساهمة بفعالية في التنمية الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا. أخواتي إخواني، يشكل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس بالنسبة للحركة الشعبية وقفة مميزة لتقييم حقوق المنتزعة من طرف المرأة وما ينتظر منها. ومن الواضح اليوم كما هو الشأن في كل بلدان العالم أن المرأة ما زال يجب عليها مضاعفة جهودها لتأمل المساواة في الحصول على التربية والتكوين والعلم والتكنولوجيا والمناصب العليا في مختلف الهيئات المحلية الوطنية والدولية. فهذا كفاح ونضال مستمر لتمكين الأم والزوجة والأخت من احتلال مكانتها الحقيقية في مختلف الأجهزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والأمل في توازن حقيقي في الحقوق والواجبات مع الرجل. أشكر مرة أخرى جمعية نساء الحركيات والمنظمين على حسن اختيار الموضوع، وستكون لنا مناسبة أخرى لشرح التنزيل التشاركي للدستور وفي موضوع المرأة بالذات. والسلام عليكم ورحمة الله. أيضا المتدخلين الذين سيتلون